أشرف بن شرقي يمكن اتكلم فيه وهو موجود في الدوري القطري خلال الأيام الأخيرة أو خلال الفترة الأخيرة، تحدث مع مقربين منه برغبته في العودة مرة تانية إلى نادي الزمالك، بل إنه قال في أحد الجلسات إن اعتبر فترته مع نادي الزمالك هي الفترة الأفضل في تاريخه الكروي، بحسب طبعا ما قالوا في أحد الجلسات اللي كان عقدها أو كان متواجد فيها داخل طبعا ناديه أو وهو موجود في الدوحة. وبالتالي في حالة يمكن هو كمان برر رحيله عن نادي الزمالك وقال إن هو مش بمزاجه، وإن هو كان عنده طبعا إغراءات مالية كبيرة هي اللي دفعته للرحيل عن نادي الزمالك في الوقت اللي ما كانش فيه استقرار داخل نادي الزمالك. بقول لك نص كلام حصل ما بين أشرف بن شرقي في جلسة خاصة مع مقربين منه في الوقت اللي هنا داخل مجلس إدارة نادي الزمالك. عرض اسم أشرف بن شرقي للعودة مرة أخرى وإن يكون موجود داخل نادي الزمالك وبشكل مختلف في طبعا المعاملات المالية، وإن يتم طبعا الاستعانة بجهوده باعتباره طبعا واحد من أهم اللاعبين الأجانب اللي تعاقد معاهم نادي الزمالك عبر تاريخه، وفي نفس الوقت من أهم اللاعبين اللي كانوا موجودين في الدوري المصري. أشرف بن شرقي بيتلقى عروض أخرى خارجية سواء في الدوري السعودي أو في قطر نفسها نادي الغرافة القطري، وبالتالي حتى الآن هو لم يحسم موقفه النهائي، وفي نفس الوقت لم يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك إمكانية التعاقد معاه من عدمه. خلي بالك أشرف بن شرقي ما عندوش أي مشكلة، إن يرجع، ده حسب الكلام اللي قالوه هناك وما قالهوليش، لكن تحدث في مع ناس إعلاميين كان ليهم أو وصل لهم المعلومات إلى جانب مسؤولين يعني في أندية هناك. لكن في نفس الوقت زي ما بقول لك الأزمات المالية اللي بيمر بيها نادي الزمالك بتقف أمام عدد من الصفقات المهمة والمميزة اللي ممكن بيرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في التعاقد معها. نادي الزمالك مطالب منه 2,400,000 يورو لسدادها لخالد بوطيب علشان الأول يرفع القيد، وبالتالي إلى جانب $600,000 لمساعد فيريرا، ثم بعد كده يبدأ يفكر في الصفقات. وقلت لك امبارح ان الزمالك تفاوض مع مصطفى محمد المحترف في نادي نانت الفرنسي، ثم زي ما بقول لك اسم أشرف بن شرقي مطروح داخل نادي الزمالك، لكن هل في تواصل؟ هل في اتفاق بشكل كامل على عودة أشرف بن شرقي داخل مجلس إدارة نادي الزمالك؟ حتى الآن لم يتم حسم القرار النهائي لعودة أشرف بن شرقي إلى نادي الزمالك، بيتوقف على الأمور المالية زي ما قلت لك، لكنه خلاص سيرحل عن نادي الريان القطري اللي تواجد معاه خلال الفترة الحالية.